مراد. صباح الخير جواد. يا اهلا اسيل، شو اخبارك؟ تسلم يا رب. كيف الحال؟ شلون صباحك؟ كيف كان؟ إيه لا الحمد لله، صار لي يومين ثلاثه عم نام. ف ايه وجهك مرتاح شوي. ايه ما شاء الله ندق على الخشب. اليوم جواد انت منضم للموضوع اللي انا حكيت به، تأيدني؟ عن سياحه؟ عن يعني السياحه، طبعا احنا حكيت السياحه المحليه مو السياحه الدوليه، خلينا هالشكل بسيطين على قد سياحتنا المحليه. متعارف عليه انه يعني شمال العراق او اقليم كردستان هو منفس وملجأ لكل المحافظات، وبيها طبيعه خلابه واماكن يمكن يعني تنافس بعض الاماكن في اوروبا، شلالات وجبال ووديان وانهر وعيون واش يعني كل شيء تريد. هلا بصراحه اسيل انا ما يعني ما صح لي دور ب والله كثير، الا ولكن اقليم كردستان بعرف، بشوف من مثلا اصدقائنا اللي عم يزوروا، شوف الصور اهاليهم، طبعا اهاليهم اللي بيجوا لهون حكم الشغل مرتبط، بيحكوا انه مثلا فعلا هي في عم بشوف مثلا بالتلفزيون احيانا المشاوير اللي رحنا لها في مناظر خلابه فعلا، نسبيا مخدمه اكثر من انا بتذكر اول سنين. مثلا طول الطريق في دورات مياه، في اماكن لجمع القمامه، في يعني هاي شغلات كانت مهمه، او مقاعد وطاولات اذا حدا من مثلا من الناس يعني عن قصدي بما قبل بالاماكن المفتوحه هي يعني. مو بس جواد، احنا ما بدنا نحكي فقط على السياحه في طبعا، هلا عندنا سياحه ايضا سياحه دينيه في بعض المحافظات طبعا اكيد بالعراق. اليوم الشركات اللي هي تنقلك بباصات من مكان لمكان ونعطيتك جدول سياحي، الفطور في الساعه الفلانيه والمبيت في فندق 4 نجوم، والفطور يتكون من ما اعرف كم وجبه مع وجبه غداء مع مليون الف شيء. اكو شركات فعلا صادقه وتستحق الاحترام، ويعني انت تعيد التجربه معها اكثر من مره، بس اكو بعض الشركات قلبية تحسي طبعا يعني ايه يعني المكتوب شيء والصور يحط لك هيك، هذا يعني تفتح هذا الفندق، اوه هذا الفندق اللي انت مسال الحريه حاطينه، هذا الفندق اللي انت حتنام به. تجي على الفندق تلقاه يعني ما له علاقة بالصورة، هذا الاحتمال الفندق بأول ما تأسس من 20 سنة هاي صورته، بس الفندق يكون أقل من نجمة يعني، ومنطقة يعني جدا جدا يعني شعبية بنص الأسواق، ما بيها راحة، ما بيها نهائيا نوم، ماكو نظافة، ماكو خدمة بالفندق، ماكو لا تبريد، ماكو أغطية نظيفة، يعني كثير طبعًا كثير هل أشياء. هل هل القصص بتخلي بيفقد الناس ثقتهم بالرحلات السياحية؟ بعد ايش بعد ما شخص نعطي فلوس ويدوب مسوي وقته اجازه وماخذ عائلته حتى يروح يغير جو؟ يعني اكيد هل كثير مؤذي لا لسمعه السياحه نفسها. يعني السياحه الداخليه من اهم انواع السياحه، يعني لانه خاصه بظروفنا الحاليه وكذا، يعني صعب يمكن تشجعي الناس من برا تجي تعمل سياحه مهما كان في عندك خلينا نقول مناطق سياحيه، سواء كانت اثريه او طبيعيه او يعني التراثيه، هذول يعني هذول المناطق ما فيك تجذبي الناس من برا اذا كان في اوضاع امنيه مستقره وكذا، فبتضل على السياحه الداخليه. والسياحه الداخليه انه كمان مهمه السياحه الداخليه، انه انت بدل ما تخلي اولاد بلدك يطلعوا لبرا يصرفوا مصاري هنيك، لا بيصرفوها جوات البلد نفسها يعني، واقل بكثير يعني. ما هل تكلفة شخص يعني من تطلع برا يخليك تسوي 5 أشخاص سياحة داخلية، صحيح. مجرد بس تكت الطيارة يعني هو واحدة انت تدفع، طبعا بتفرق كثير معنا اكيد. فبضل فكرة انه لما انت عم تحرك هالسياحة، يعني انت عم تحكي عن مثلا احيانا بيوصل ارقام لملايين السياح، يعني صح. مليونين ثلاثة أحيانا. هذا الموسم شهدنا نسبة سياحة عالية جدا في إقليم كردستان، يعني ما شاء الله كانت وين ما تروح تلقى باصات على صحيح. يعني على أي مول واقفين 7-8 فترة الأعياد كانت صحيح. كانت شيء حلو جدا وبإيجابياته، حرك الأسواق وحرك الحياة. كنا حنجي لأهل مكانها. فكرة إنه أنت لما عم تشجع السياحة الداخلية أنت عم تحركي يعني قطاعات عمل، من مطاعم ل كل شيء، للمولات، للتكاسي، لا يعني للأجارات البيوت، للفنادق، يعني في عندها. وشوفي هل
هالقطاعات كم حدا عم يشتغل فيه. صح تمام. فلهيك عم نقول انه تشجيع السياحه الداخليه والاهتمام فيها ومستواها كثير شغله مهمه. اهتمام صناعه السياحه طبعا ايه كثير شغله مهمه، على الاقل نشتغل على الساحل الداخلي يعني إيه؟ احنا نفتقر لها جواد صراحه. يعني عوفك هسه اوكي هي المناطق، شوف المناطق هي بحد ذاتها هي حلوه، من الله انسي هي حلوه، هي نعمه الله خالقها حلوه. بس انت تعال يعني اني شو وقت يمكن قبل اسبوعين او 20 يوم قلت لك كنت رحت على احد المصايف في اقليم كردستان بخال. طبيعه يا سبحان الله، جمال الشلال وتدرجاته والطحالب اللي طالعه على الصخور والمي البارده والزحام بشكل غير طبيعي. باصات كانت جايه من بغداد ومن بقيه المحافظات اوكي. بس كان اكو بصراحه اهمال، يعني انت يعني الشلال كله بطاله مال مي وقواطي وسخ وقواطي عصير اوكي. هاي يعني هي الناس الا ما تترك شيء يعني زحمه زحمه ضغط يعني غير طبيعي. بس ما شفت ولا شخص اني دا يشيل هالاشياء هذه وينظفها، ما شفت اي مشكله. فبالتالي لما الناس بتشوف ان ما حدا عم يهتم فهنا كمان للاسف يعني اسيل يعني مثل ما قلتي اي زي ما في قانون وضبط الناس بدها تكب وتوسخ يعني. صح. انت مو بس هون وين ما كان صح يعني ماكو رقيب. صدقيني حتى بهاي الياباني الكوكب الياباني بيحكم تمام ماكو رقابه. انت تخيل هم شنو يوم يعني يومين ثلاثه شهر شهرين صدقيني بس ما يكون في رقابه في اهتمام من مؤسس يورجيك انه هذا غلط هذا صح طبعا بتراجع الموضوع. فاغلب المناطق السياحيه هي مناطق اهل يعني قطاع اهلي، فبالتالي انه بيستخسروا يجيبوا عامل يشتغل مع انه بيطالعوا يعني بتعرفي انه بيطالعوا مصاري منيح. انت بتعرفي طبعا يعني هون شلون يعملوا عملين قطع عم اجروك اياها بشكل ساعات صح ولا مثلا اي شيء وخلص يعني ما فيها اي شيء يعني احتمال يكون في ما بعرف ما شفت يمكن في دورات مياه قريبه وكذا وهي مشترك على فكره ماكو دورات مياه، هو مطعم وتفوت انت داخل المطعم حتى تفوت الدوره المياه طبعا يعني وتدفع الف. شو هالخدمه هاي الفظيعه تدفع الف ايه؟ يعني انه طيب هذا مكان سياحي بفخامته ما بي دوره مياه عامه ولا بيجيبوا عاملين ثلاثه مثلا يهتموا ب ما شفت عامل واحد كنس وشال مثلا بطل مي او ورقه حتى الباقيين يستحون يقولون يعني والله احنا من ذب مره جواد حتى لا ياخذنا ايه؟ الوقت حتركك ويعني مجازفه ايه؟ يعني ما بي واحد يتسبع ويقول اني اصعد والله على مود اصعد اخر شيء داخل سيلفي أيه حتى اقول انه اني صعدت تحديت قوه الشلال. فهالموضوع ما اعلنوا عنه بس الصوت منه يعني اوكي الناس يجوز ما عندها وعي بس مو لازم اكو رقابه تحكي بهالموضوع. سيدي على البحر كم حدا بيغرب بالسنه وين ما بده بامريكا مثلا باليابان هذه شوف يعني في يعني في حدود غير الشلال يعني البحر انت يجوز فايت تقول اني حسبح صار شيء لا قدر الله بس انت فايد تغامر بنفسك. هذا الشخص يعني مو براسه بمخه لازم يعرف حاله انه هذا خطير يعني هلا طريق لا سمح الله غصب عني صار معي حادث هذا موضوع ثاني بس انا جاي اتحدى شلال. بس انت تعرف انه ماكو قطعه مكتوبه انه يعني لا تتسلق في قطعه مكتوبه ماكو قطعه مكتوبه لا ترمي اوساخ. انا انتبهت يعني انا منوع ادقق بهالمواضيع يعني اروح هالشكل تبع النظافه ايه انا معك لازم يكون في يعني انت رحت قريت شيء لازم يكون في صرامة مكتوبة بهالموضوع بالنظافة بالذات. أنا برأيي لازم تكون مثلا الإدارة السياحية يعني المسؤولة الرسمية عن القصة هي إذا شافت أنه فلان متنزه ما عم يلبي الاهتمام بالنظافة يغيروه المسؤول إيه طبعا لأنه هذا المنتزه حتى لو كان ملك هو ما بيمثل حاله طبعا يعني وبيمثل وجه بلد واجهة بلد هذا طبعا اكيد واجهة شعب بكاملة. تعرف جواد انا من امنياتي انه الزم منصب بالسياحة من زمان اقول يعني انه اتمنى الزم شيء له علاقة بالسياحة واطلع هيك انا اشوف يلا انتخابات وانطي عقوبات الانتخابات قربت السيد الله شدي همتك والله شاطرة انا في هذا المجال. لا جواد واحد ينقهر 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 مو يعني في مجال خصوصا من بلدك يعني انت تروح مثلا تروح لتركيا اوكي جمال وطبيعه وكذا وهاي ولكن والله يعني الاعتناء اللي عندهم والنظافه والتشجير والورد ما تاركين بقعه تراب انت تعرف تطلع من هنا تدق ساعتين او ثلاث ساعات الى ان توصل لمنطقه سياحيه طريق كله ما بي حمام بالشارع كل مثلا كل
طبيعة حمام. طبيعة كلها حمام. ليش يحسون؟ يعني غريب، اكو دكاكين بانين انتو دكاكين للرزق، هاي اللي تبيع العسل والكرزات وهالسوالف، ليش يحصروا الناس؟ ماكو غرفة اسمها حمام. لازم تحس بالحرية يعني. على تعرف تشول ما؟ ها؟ تشول تعرف تشول؟ تشول احنا بنقول تشول قدام الواحد وكذا. حلوة يعني. جواد الله يسلمك. هيك ما سياحة ثانية. نشوف الرسمة لأنه ما ظل عندنا وقت، نشوف إبداعاتك. تأخذها الكاميرا أكيد هسه، و أنا من عندي مدى أشوف واضح. تشوفي أول شيء؟ كنا عم نحكي عن الرحلات السياحية الخلابية للأسف، يعني اللي أحياناً في كل كرد العراق، مو بس بكردستان، في كل العراق. والله حتى يعني لما كنا بالشام كمان كان في رحلات منيحة، في رحلات بيروح تلاقي واحد جاي مرضان وعايف حاله. هاي شنو ايش كاتب انت جوال؟ واقع الرحلات السياحية. واقع رحلات سياحية، وهذا انت شنو اللي يعني هابوكس يعني مصدوم ب صندوق هو واقع الرحلات السياحية. فهو الواحد ينصدم احيانا بالقصص اللي بيسمعها. انا اول مرة مشارك برحلة سياحية هدول الجماعات وهيك يعني. بس كثير مرات بيرجعوا بيخبروا لنا مثلا انه الباص عاشت ايدك يا جواد. احنا يعني كذا داهمنا الوقت بالسوالف، وظلت بعض الامور يعني العالقه. اي العالقه ناجلها اكيد على يوم السبت القادم.